تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. تداعيات السفاله والصفاقه وقله الادب اللي حصلت من شيكابالا على جماهير النادي الاهلي ما زالت تلقي بصداها على الشارع الكروي، الشارع الرياضي، على برامج رياضيه للنادي الاهلي فقط. ما لقيناش حد من الاعلاميين طلع يتكلم ولا قال بم غير خالد بيومي في بوست على تويتر، لكن كل القنوات الرياضية صم بكم. بس النادي الاهلي هيتخذ اول اجراء ضد شيكابالا واوباما وكل العيال اللي كانوا ايه موجودين بيقلوا ادبهم. هنسمعكم دلوقتي في قناة النادي الاهلي الكلام اللي قاله اسلام الشاطر، ولكن احنا هنقول لكم ايه الاجراء اللي هيتخذه النادي الاهلي ضد شيكابالا. في البداية احمد اسامة على صفحته الرسمية على فيسبوك كتب: الأستاذ خالد الغندور، إيه رأيه في تجاوز وتطاول لاعبهم شيكابالا كالعادة؟ كالعادة يعني من 20 سنة بيعمل نفس الحركة دي، وإحنا نوهنا وقلنا مرارا وتكرارا إنه بيعمل الأوساق الحركات الوسخة دي والحركات اللي مش نظيفة والحركات اللي مش محترمة ضد النادي الأهلي، ويرجعوا يقولوا النادي الأهلي لما بيبقى رد فعل يبقى بيتنمر. ما يجيبوش الفاعل، لا يجيب لك رد الفعل. تمام. بيقول لك: هل كان ملعب الزمالك والانتاج به جماهير الاهلي وتطول شيكابالا رد فعل ايضا؟ يعني المره اللي فاتت لما حط رجله على الجزمه وقال لك ده جمهور النادي الاهلي، قال وحدوه. طيب في ماتش الزمالك والانتاج كان فيه اصلا حد كلمه ولا قال له حاجه؟ ليه يطلع ويغني وابطال على مين يا مش عارف ايه؟ زي ما كلنا شايفين وكلنا عرفنا وكلنا شفنا الفيديو اللي نزلناه على القناه عندنا وكل السوشيال ميديا جابته. بيقول لك: شيكابالا دائما وابدا هو الفاعل وهو المتجاوز وهو المتطاول، يعني هو اللي بيتجاوز وهو بيتطاول وهو الفاعل، هو الفاعل الاصلي، وجماهير النادي الاهلي هي رد الفعل مش الفاعل. بيقول لك: دائما وابدا يغفل معنى الاحترام، ربنا يهديه هو ومرتاديه، هو واللي بيسقفوا له وبيطبلوا له من اعلام مرتزق او من جماهير مش محترمه. هنقول لكم بقى النادي الاهلي قرر يعمل ايه. فيصل زيدان على صفحته الرسميه على الفيسبوك كتب: النادي الاهلي يجهز ملف كامل بالمتجاوزين والتجاوزات التي حدثت امس في مباراه الزمالك والانتاج الحربي ضد جمهور وكيان النادي الاهلي. ضد كيان النادي الاهلي ورموزه، وسوف يتم عرض الملف على الشؤون القانونيه في النادي بشان رفع الشكوى الى الجهات المسؤوله. طيب هنطلع بقى ونسمع بالصوت والصوره اسلام الشاطر رد ناري على خالد فطوطه الضلالي اللي بيضحك على جماهيره وعلى شيكابالا. بس قبل ما حضرتك تطلع وتسمع وتشوف ما تنساش تدعمنا بلايك، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف اسلام الشاطر قال ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا، يلا بينا. طيب خليني اروح لحضراتكم او مع حضراتكم لموضوع ثالث، لان عندنا مواضيع كتيره الحقيقه. انا ما عنديش مشكله ان حد يفرح او حد يتبسط لانه بقاله كتير ما فرحش او ما اتبسطش. فبيطلع دايما كل اللي جواه. ولكن ان انت عشان تفرح تغلط في النادي الاهلي محدش هيقبل بهذا الامر. محدش هيقبل بهذا الامر. اذا كنت عايز تفرح افرح اتبسط، خصوصا اذا كان الامر واضح وصريح على فيديوهات على السوشيال ميديا من امبارح للنهارده زي ما حضراتكم شفتوا امبارح، او على السوشيال ميديا من امبارح للنهارده فيديوهات كثيره جدا بعد نهايه المباراه اللي فاز فيها نادي الزمالك على نادي المباراة كانت امبارح نادي الزمالك مع الانتاج الحربي وفاز فيها 2-0. بعد المباراة من حق كل واحد يفرح، ما عنديش مشكلة خالص. احنا كل يوم بنفرح، او في خلال الثمان شهور اللي فاتوا كل شهرين بنفرح. يعني حتى فرحة الدوري بالمناسبة، كمان فرحة الدوري بالنسبة لنا او بالنسبة للعيبة اللي كانت بتلعب، كانت بتاخد الدوري وبتروح. بنفرح وبنتبسط مع اهلنا ومع اصحابنا ومع زمايلنا، والموضوع عدى ونخش في اللي بعده. ونقطة ومن اول السطر تاني، لان في دوري تاني وفي بطولة افريقية تاني وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ولكن
محدش هيقبل باللي بيحصل، محدش هيقبل باللي بيحصل، محدش هيقبل ان حضرتك عشان تفرح تغلط في النادي الاهلي، محدش هيقبل بهذا الكلام. والحقيقه ولكل مقال مقام، ولكل مقام مقام. اللي هيحصل الفتره اللي جايه لازم يبقى فيه وقفه كبيره جدا من اتحاد كره القدم للي احنا شفناه امبارح على كل. وبعدين مش انا اللي شفت ومش انا اللي صورت، الناس مصوره وحاطه على السوشيال ميديا عادي، وخارجه من مدرجات نادي الزمالك نفسه. وبالتالي ما ينفعش ان انت وانت بتحتفل تغلط في جمهور النادي الاهلي، ما ينفعش. جمهور النادي الاهلي ده خط احمر، ما ينفعش. وخصوصا اذا كان هناك بعض اللاعبين موجودين في هذه الفرحه، ما ينفعش. الكلام اللي حضراتكم او اللي اتعمل امبارح ده كلام لا يصح. وهننتظر رد اتحاد كره القدم، انا شخصيا هنتظر. يعني انا بتكلم بنيابه عن نفسي، انا بتكلم بنيابه عن نفسي، انا شخصيا هنتظر رد اتحاد كره القدم في اللي حصل امبارح. خلينا بقى نروح ونشوف ايه اللي هيحصل. قبل منطقه ثانيه او جزء ثاني عايز اتكلم فيه مع حضراتكم. شفت كده على الفيسبوك الناس عماله تقول لك ايه، ان الدوري ده او النادي الاهلي خسر الدوري ده عشان اول دوري يتم فيه تطبيق الفار. يعني حتى المعلومات اللي بتتقال هي معلومات كاذبه وخاطئه، هي معلومات كاذبه وخاطئه. هو موضوع حضرتك عايز ترميه في وسط الناس علشان يفضل الناس كلها تتكلم عنه، وهو كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. متى تم تطبيق الفار في مصر؟ تم تطبيق الفار في مصر جيم جواب، يعني سيب سؤال امتى تم تطبيق نظام الفار في مصر، جيم جواب تم تطبيقه في دوري 2019 2020 في الدور الثاني من هذا الدوري اللي فاز بيه النادي الاهلي. اللي فاز بيه مين؟ النادي الاهلي. يعني اول لقب تم فيه تطبيق تقنيه الفار كان من نصيب النادي الاهلي. خلاص، دي اول حاجه. تاني حاجه، افريقيا 2020 الاهلي فاز بيها اللي هي كانت ايه؟ سمعوني، ها حد يقول لي. القضيه ممكن، هي القضيه ممكن كانت بفار ولا من غير فار؟ حد يقول لي، حد يرد عليا. اي كلام بيتقال وخلاص، مجرد ان حضرتك عمال او حضراتكم لبعض من لا يشجع النادي الاهلي عمالين ترموا كلام ومش عارفين ان هو كله غلط، كله غلط في غلط. هو كاس السوبر الافريقي كان فيه فار ولا ما كانش فيه فار؟ هو مين اللي كسب كاس السوبر الافريقي؟ مش الاهلي؟ طيب برونزيه كاس العالم للانديه هل كان فيها فار ولا ما فيهاش فار؟ الاجابه واضحه، ابطال افريقيا فيها فار، القضيه ممكن فيها فار، 2021 فيها فار، كل الحاجات دي فيها فار. طيب بلاش بلاش، كل ده بلاش، كل ده وحش، كل ده انا عارف بيسبب حرقان في الصدر، انا عارف. لكن دوري موسم بلاش، كل حرقان في الصدر انا عارف. لكن دوري موسم 2020 2021 الاهلي لعب الزمالك مرتين، كان فيه فار ولا ما كانش فيه فار؟ النتائج احنا عارفينها، كسبنا ماتش وتعادلنا ماتش، كان فيه فار. والماتش اللي تعادلناه بالمناسبه في وجود الفار في حد كان لنا ركله جزاء واضحه وصريحه لم تحتسب للنادي الاهلي، لما داس على رجل رامي ربيعه يعني وبانت، وحكم الفار قال كمل. يعني الكلام عن الفار ان هو انصف حد او ما انصفوش، فالحقيقه اذا كان الفار انصف فهو انصف النادي الاهلي في بعض الاوقات، في بعض الاوقات. بس للاسف الشديد دايما الفار المحلي غير الفار الدولي. وبنقول كده ليه؟ لان الفار المحلي الحقيقه ما فيهوش التكنولوجيا اللي موجوده بره، وده اللي احنا كنا بنتكلم عنه خلال الفترات اللي فاتت. يعني التسلل ما تبانش، خط الجون ما يبانش، الكره دخلت الجون ولا ما دخلتش ما تبانش. فالحقيقه كل اللي بيتكلم في هذا الامر فهو كلام، مش هقدر اقول ان هو كلام كذب ومعلومات خاطئه
حضراتكم بتحاولوا بعد ما لا يشجع النادي الاهلي بيحاول ان هو يرميها في وسط اللي بيحصل على السوشيال ميديا عشان ايه؟ عشان باختصار هي دي الاونطة. الاونطة هي دي شكل اللي انا عايز اضحك بيه على اي حد. لكن طبعا ما ينفعش تضحك على جمهور النادي الاهلي، لانه جمهور النادي الاهلي عارف وواضح وشايف وعارف كل حاجه. فمثلا كره زي بتاعه مباراه طلائع الجيش كان ممكن تتحسب او ما تتحسب، يعني كان ممكن تتحسب. فالحقيقه كل الكلام اللي احنا عمالين نسمعه من امبارح للنهارده يعني خلينا نفوت ونعدي، لانه في النهايه هي نقطه ومن اول السطر، نقطه ومن اول السطر. كل الناس عماله تتكلم عن اللي جاي للنادي الاهلي، اللقطات اللي حضراتكم شفتوها خلال من امبارح للنهارده، وقفه كابتن محمود الخطيب مع اللاعبين ومع الجهاز الفني، كانت اعتقد ان شاء الله ان هي ستكون بدايه جديده للنادي الاهلي. اسلام الشاطر جاب الحقيقه كامله. عايز تحتفل لان انت بتحتفل كل 100 سنه مره، احتفل، بس ما تقلش ادبك على النادي الاهلي، ما تقلش ادبك على رموز النادي الاهلي، ما تقلش ادبك على جمهور النادي الاهلي اللي لما بيديك فوق دماغك بتطلع تعيط وبتقول بيضطهدوني ويظلموني ومش عارف ايه وبتنمروا عليا. يعني انت تقل ادبك وتقول عليهم مش عارف ايه وتزعل لما يقولوا عليك ايه؟ يا ابني عيب، ما هي قله الادب ليها حدود. انت مش عايز تكبر خالص، اكبر اكبر، انت مش عايز تتعلم. ما هو العيب على اتحاد الكره اللي عمال يطبطب عليك، اللي العالم مالي يطبطب على التوته بتاعتك. عيب عيب يا ابني، انت كبير من الصغير. افهم يا ابني ان انت دلوقتي رب اسره. ابنك لما يطلع يلاقيك بتقول ابطال على مين يا مش عارف ايه، هيقول على هيكرر الكلمه الوحشه اللي انت بتقولها دي. يا ابني انت عيب، يعني عيب ان انت تبقى راجل كبير ومعرض. عيب عيب تبقى راجل كبير وقليل ادب ومش متربي. فاكرين يا جماعه لما كانوا نقول ام الشيكا ولدت يلا روح لها نجيب درع الدوري ونحطه؟ احنا كنا بنقول عيب، ما ينفعش جماهير النادي الاهلي ترد عليه. بس واضح كده ان انت غاوي تهزيق يا شيكابالا وغاوي شتيمه. اما بقى خالد فطوطه اللي يقول لك الدوري اول دوري يعني يطبق فيه فار، الزمالك ياخده، واصلا الفار مطبق من الجناين. الجناين جاب الفار في نص الموسم، يعني لعبنا 15 ماتش ولا 16 ماتش من غير فار، ولعبنا الماتشات الثانيه بعد كده بفار. خالد فطوطه بيعبط والجماهير تطير وراه. ما هبله بقى، ما بتدورش، جماهير ما بتراجعش، جماهير بتقول اي كلام، العيال الهفق بتوعه، البت ندى ومش عارف مين ومين 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 وحموكشه وبلوكشه والعيال اللي هم بيقبضوا بالبوستات دول. البوست ب 500 جنيه ولا ب 300 جنيه ولا ب 400 جنيه. ماشيين وراه مغمضين. انتوا عارفين بعد 10 سنين لو قال لك اول سنه وطبق الفار بشكل حقيقي هتلاقيهم بيكرروا وراه. قطيع يا فندم، قطيع. عارفين لما يبقى راجل معاه عصايه وفي خرفان ومعيز، تعالى كده يالا، تعالى كده، تعالى كده يا نعزه، تعالى كده يا خروف، تعالى كده يا نعجه، هو كده بالظبط الوصف الحقيقي او الفعلي لجماهير نادي الزمالك، ان هو مساقه بالعصايه زي ما كان مرتضى بيرفع لهم الجزمه زمان. فاكرين لما كان بيرفع لهم الجزمه ويقول له امك صاحبتي يالا، مش مهم ان انت تحبني، المهم امك تحبني. فاكرين مرتضى؟ فاكرينه؟ نسيتوا انتم مرتضى يا جماهير الزمالك لما كان بيطلع يهزقكم، وكان بيطلع يهزق اعلاميكم ورموزكم كان بيهزقها. فاكرين لما مرتضى طلع وقال جسم التركي برموز نادي الزمالك؟ فاكرين؟ فاكرين طب لما تركي قال له ايش صار بيك بعقلك يا شحات؟ فاكرين؟ هما فرحين بس يقول لك قال الساعات ومش الساعات. طب ما قال لك يا مرتضى يا شحات، وانت طلعت قلتها بلسانك مع احمد جمالات. ايه؟ محدش بيتكلم. هو واحد ادانا هدايا عشان هو محدث، ما يعني ما عندوش نوع من انواع الايه؟ الفهم في الاصول. قال انا اديت فلان ساعه واديت فلان ساعه واديت فلان ساعه. خد يا عم ساعتك. ايه؟ ساعتك ايه؟ ساعات ايه اللي بتتكلم فيها؟ النادي الاهلي هيبص على الساعه بتاعتك حتى لو ب 200,000 ولا ب 300,000، خد الساعه. ساعتك ايه؟ اتكلم في الساعه يا راجل عيب. لكن يقولوا شيكابالا عيب؟ ابدا. يقولوا الامام عاشور عيب؟ لا، ده بيطلعوا يدافعوا عنه.
يطلع يقل ادب على الاهلاويه وتدافعوا عنه اما انكم معرضين. صحيح كلكم اعلام وجماهير وكله، مفيش اعلام واحد يطلع يقول عيب تقلق. هننتظر رد قوي من اداره النادي الاهلي على شيكابالا وعلى تجاوزاته اللي ليها سنين، مش امبارح بس ولا اقول امبارح بس. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو، ولو لسه اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. هستنى اشتراككم على الاكونتات بتاعتكم او على اي جروب اهلاوي انت بتحبه. بشكركم مره واثنين وثلاثه عشره. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.